مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. في الفيديو ده هنتكلم عن عودة فيلم دكتور سترينج تاني في السينمات المصرية، ده على حسب اخر الاخبار اللي عندي، فمن غير كلام كتير نبدأ. في البداية كده عايز اقول كلمتين في اول الفيديو ويمكن هتكلم فيهم في الاخر. بالنسبة لاي حد هيجي عشان يحرق احداث فيلم دكتور سترينج فهياخد بال من القناة، وبالنسبة لاي واحد تاني هيجي عشان يتكلم عن الفيلم هيقول لي اصل الفيلم ضعيف من ناحية 1 2 3 حصل في الفيلم، فده برضو يعتبر حرق للاحداث، هتاخد برضو بال من القناة. هتيجي تكلمنا على السوشيال ميديا وهتحرق برضو في الفيلم زي اي واحد عمل نفسه روش وعمل لي كومنت على البوست اللي انا منعت فيه الحرق عمل لي فيها ان هو فاهم وان هو جامد ومفيش غيره، فهياخد مني برضو بان وبلوك. الكلام ده اظن ان هو ما يزعلش لان انا منبه كذا مره عن طريق الستوري وعن طريق القناه وعن طريق التعليقات المثبته. فيا جدعان احترموا الكلام اللي انا بقوله وكلامي طبعا للفئه من الناس اللي هي بتحب ان هي تروشن. ودلوقتي هنخش في الموضوع بتاع الفيديو. دلوقتي يا جدعان انا رحت يوم 29 رمضان اللي هو تقريبا كان الاسبوع اللي فات او اللي قبليه في السينمات اللي هي كانت قريبه مني هنا في القاهره وفي الجيزه. بالنسبه لفيلم دكتور سترينج فملخص اليوم ده ان انا عديت على اكتر من سينما، واللي فهمته ان هو الفيلم ما اتمنعش بقرار رسمي. في سينمات قالت لي ان هو الفيلم اتمنع بقرار رسمي والقرار جاي من الرقابه، وفي الاخر لما جيت عشان اتكلم معاهم ولا طلع فيه رقابه ولا نيله، انما القرار اللي هم المعتمدينه هو القرار بتاع اي ماكس ولا اكتر ولا اقل، والكلام ده اتقال نصا. فده اول نوع من السينمات. في نوع تاني من السينمات، والسينمات دي اللي كانوا فيها كانوا بياخدوا ويدوا معايا في الكلام، اللي هو مثلا انا بساله على حاجه فهو يرد عليا ولا يجي يلف ويدور ويقول لي اصل ده قرار رسمي ويفضل يبص فوق وتحت ويمين وشمال. لو الراجل كان بيتكلم معايا عادي كاصحاب مثلا او كده، انما مش كعميل او مثلا بيكلمني بالطريقه الفورمال. فالحمد لله يعني انه كان في ناس من النوعيه دي اللي هم انفدوني في الحوار اكتر. وعرفت برضو من الناس دي في بعض السينمات ان هو الحوار سهل جدا ان هم يشيلوا من الفيلم اللقطه اللي هي عامله المشكله دي كلها، وانما الحوار ده كله معمول عشان الافلام المصريه وعشان العيد ولا اكتر ولا اقل. واظن ان اي واحد فيكم راح عشان يسال عن فيلم دكتور سترينج في السينمات ممكن يكون قابل ناس من النوعيه دي وعرفوه ان هو الحوار كله عشان افلام العيد المصريه. ده حتى كمان في ناس جت سجلت لي ناس في السينمات وهم بيقولوا لهم ان هو الحوار ده عشان الافلام المصريه، انتوا شفتوا الحوار وصل لحد فين؟ فبدل ما كنت معتمد الكلام ده في القاهره والجيزه لا ده بقى في محافظات ثانيه زي اسكندريه مثلا. فالحمد لله في الاول وفي الاخر دي كلها تاكيدات. بالنسبه بقى للنوع الثالث من السينمات، فده نوع انت تيجي عشان تتكلم معاه يجي يقول لك الكلام ده رسمي وما اعرفش ايه والكلام ده كله، وبعد شويه تلاقي ان هو واقع بالكلام. واظن ان انت ممكن يكون في حد فيكم عدى بالتجربه مع اي سينما من السينمات دي. ولو هنقسم السينمات من ناحيه البوسترات والاعلانات ومين كان بيعرض ومين مش بيعرض، فتقريبا السينمات اللي موجوده في القاهره وفي سينمتين موجودين في الجيزه عديت عليهم كمان في العيد بعد يوم 29 كانوا حاطين البوسترات والاعلانات بتاع الدكتور سترينج، حتى كمان التي في سبوت، فاللي هو الوضع بالنسبه لهم عادي. وفي سينمات تانية جت عشان اعدي عليهم ولا كانوا حاطين بوسترات ولا حاجه بس كانوا بيتكلموا معايا عادي، زي السينما بتاعت فوكس اللي كانت موجوده في مول مصر. وفي سينمات مقفله كل حاجه ولا حاطين بوسترات ولا حاطين اعلانات، بس اللي عرفت من جوه ان هو البوسترات والاعلانات تعتبر هي موجوده بس هم مش هيعرضوها دلوقتي، مستنيين ان هم ينزلوا الفيلم في الميعاد المناسب ليه. والحوار ولا ليه علاقه بديزني ولا ليه علاقه بالكلام ده كله اللي هو قاعد بيتقال لكم. الحوار كله مبني على اساس الافلام المصريه هتجيب فلوس قد ايه في العيد ولا اكتر ولا اقل. برضو الكلمه دي تقريبا هنستخدمها كتير. وارم مثال على السينمات دي واللي هي السينمات بتاعت اي ماكس. فده كان بالنسبه للنقطه الاولى واللي كانت بتتكلم عن يوم 29 رمضان. نيجي بقى بعد رمضان، عندنا من يوم 29 لحد النهارده اللي هو يوم 9/5 يعتبر البوستر بتاع دكتور سترينج موجود في السينما بتاعت اي ماكس. ولو انت رحت هناك حاولت ان انت تصور البوستر ده بالذات هو مش اي بوستر تاني، هتلاقيهم قدامك سواء قاعدين او واقفين، سواء بتوع شباك الحجز او اللي واقفين حواليك هيجوا هيكلموك وهيقولوا لك ان انت لازم تمسح الصوره دي دلوقتي. طب ليه؟ طيب هي تعليمات وما تتكلمش معاهم كتير، ده الكلام اللي اتقال لنا هناك واتقال برده الناس حاولت ان هي تصور البوستر. لما كلمنا بقى ناس من هناك في فترات تانية عرفنا ان هو المفروض البوستر بتاع دكتور سترينج زيه زي اي بوستر تاني. يعني عشان نفسر الكلام على حسب اللي هم قالوه، هم قالوا لنا هناك اي بوستر محطوط لاي فيلم يعتبر الفيلم بتاعه هيتعرض. فانا ساعتها بصيت في اي ماكس كان البوستر بتاع ذا باتمان مازال لحد دلوقتي موجود، والبوستر بتاع دون كان موجود برده هناك، والبانر بتاع فانتاستيك بيست كان موجود، وكان عندنا التي في سبوت بتاع ثور كان شغال ناحيه القاعه بتاعت اي ماكس ناحيه الفشار هناك. لو في حد راح هتلاقي ان هو ناحيه الفشار فوق في شاشات، الشاشات دي كان معروض فيها صور. ولقينا ناحيه العمود كان موجود البانر بتاع دكتور سترينج ولافف حوالين العمود. فساعتها لما احنا كلمناهم قالوا لنا نفس الكلمتين دول، اي بوستر موجود هنا لافلام هتتعرض. وساعتها اول ما قال الكلمتين دول شاورت على البوستر بتاع دكتور سترينج اللي هو كان ملفوف حوالين العمود، قال لي كمان هيتعرض، والا لو هو مش هيتعرض كان زماننا شيلنا البانر ده ورميناه. دي التجربه اللي حصلت معانا هناك مع الناس بتاعت اي ماكس. في ناس بقى راحت تاني قالوا ان هم عملوا نفس الحركه بس الراجل اللي هناك غمز لهم وبيقول لهم الفيلم هيتعرض ومعرفش ايه، اللي هو من تحت لتحت كده تاكيد.
مين. بس برضه في نفس الوقت لما انت تيجي عشان تروح تسأل هيقول لك لا كلام رسمي ان هو الفيلم مش هيتعرض. طب ازاي الفيلم مش هيتعرض وانت حاطط البانر بتاعه؟ يعني حاجه ما تخشش العقل. فده كان بالنسبه للنقطه الثانيه بتاعه البانر بتاع اي ماكس. بالنسبه بقى للنقطه الثالثه، في يوم 5/5 كنا موجودين في السينما بتاعه جالاكسي الموجوده في مول العرب، واللي موجودين هناك في السينما اكدوا لنا ان هو ما فيش ميعاد رسمي لنزول الفيلم. وكمان برضه اكدوا لنا نقطه ثانيه ودي تعتبر مهمه جدا، واللي هي انه ما فيش قرار رسمي من الرقابه لمنع فيلم دكتور سترينج 2. ولو تلاحظوا نفس الكلام ده هو اللي انا كنت بصيح فيه من الفيديوهات اللي فاتت من اول فيديو لمنع دكتور سترينج، فطبعا مفيش حاجه جديده، ده بالعكس الكلام بتاعي قاعد بيتاكد. نيجي بعد كده ليوم تاني واللي هو اليوم بتاع 8/5، واحنا لاحظنا فيه كذا حاجه غريبه. اول حاجه لقينا الكومنتات على صفحه اي ماكس، مش صفحه اي ماكس، هي الصفحات بتاعت اي ماكس على السوشيال ميديا، الكومنتات كلها اتقفلت على البوست بتاع دكتور سترينج 2. وكمان كان في تعليقات موجوده بتخص منع الفيلم وتريقه وترولينج والجو ده، التعليقات دي معظمها اتمسح، حتى في تعليقات انا كنت عاملها لقيت ان هي اتمسحت برضه، فدي حاجه غريبه. ولو هتقارنها بالفيلم بتاع ايترنالز، فايترنالز اول ما نزل القرار بتاع منعه في مصر هما من ساعتها لحد دلوقتي الكومنتات ما زالت ان هي مفتوحه، فايه اللي قاعد بيحصل ده؟ محدش فاهم ليه هما قفلوا الكومنتات او كده، بس النقطه دي انا هاجي لكم فيها بعد شويه. ولقينا بعديها بشويه الحجز بتاع توب جان يعتبر هو فتح بدري، يعني المفروض على حسب كلامهم الفيلم هينزل يوم 25 او 26 لو ما فتحوا الحجز من بدري، وممكن انت تحجز الفيلم من دلوقتي، والنقطه دي برضه انا هاجي لكم فيها بعد شويه. وبالنسبه للنقطه بتاعت قفل الكومنتات، فالنقطه دي فكرتني بالفيلم بتاع ديد بول لما جه عشان يتعرض هنا في مصر، هما نزلوا برضه قرار تاني بس في الوقت ساعتها بتاع فيلم ديد بول نفس الحوار بتاع دكتور سترينج ان هو الفيلم اتمنع في مصر وما اعرفش ايه والكلام ده كله، وفي الاخر مسحوا البوست، وانا قلت مسحوا البوست ونزلوا الميعاد بتاع عرض فيلم ديد بول، انتوا واخدين بالكم؟ ويمكن الناس اللي حضرت ديد بول في مصر متاكدين من النقطه دي ان هي حصلت من شركه اي ماكس، فالله اعلم ممكن هما فعلا يمسحوا البوست وينزلوا بوست تاني لمواعيد عرض دكتور سترينج في مصر. ودلوقتي بقى انا عايزكم ان انتوا تصفوا دماغكم عشان اللي فاتكم واللي جايكم تاني. احنا دلوقتي عندنا من اول يوم الاربعاء اللي جاي اللي هو بعد بكره او هيبقى يوم 11/5 لحد يوم عرض فيلم توب جن اللي هو المفروض 25/5، السينما بتاعت اي ماكس كده المفروض هتبقى فاضيه، لان فيلم فانتاستيك بيست هم المفروض ان هم عرضوه من بدري من ساعه اول رمضان او نص رمضان تقريبا، فاللي هو المفروض الفيلم خد حوالي 3 اسابيع وتقريبا هيخش في الاربع اسابيع، فما اعتقدش ان هو هيتعرض تاني، لان المده الطبيعيه لاي فيلم بينزل في السينما بتاعت اي ماكس بياخد حوالي اسبوعين او ثلاثه ده بالكتير، انما غير كده لا. حتى سبايدر مان نوي هوم لما نزل اي ماكس يعتبر هو نزل حوالي 3 اسابيع بعد كده نزل في السينمات الثانيه اللي هي الستاندرد، فالمفروض ان هو هيحصل ان شاء الله ان هو يوم الثلاث اللي هو بكره او النهارده على حسب الوقت اللي انت بتشوف في الفيديو، المفروض فيلم فانتاستيك بيست مش هيتعرض تاني، هيبقى اخر يوم الثلاث وبس، وده على حسب كلامهم اللي هم كانوا بيلمحوا عليه في الشات. هتقولي تمام ماشي احنا نستفاد ايه من فانتاستيك بيست؟ هقول لك لا، في حاجه حلوه، واللي هي ان فانتاستيك بيست لو اتمنع عرضه او خلص كده مش هيردوه تاني في اي ماكس من اول يوم الاربع، فانت عندك من اول يوم الاربع لحد نزول توب جن المده دي كلها السينما اكيد مش هتقعد فاضيه، فاللي المفروض ان هم هيعملوه بالعقل ان هم هيعرضوا فيلم دكتور سترينج 2 لكذا سبب. اول سبب ان هم يجيبوا فلوس من الفيلم، دي حاجه بديهيه جدا، وتاني سبب عشان المفروض ان الفيلم قرب ان هو ينزل بلو راي، موعد نزول الفيلم تقريبا هيبقى 21 يونيو على المنصه بتاعت ديزني بلس، فما اظنش ان هم ساعتها هيعرضوه في السينمات وفي حد اساسا هيروح يتفرج عليه، الفيلم هيكون نزل بلو راي اصلا، فالاحتمال اللي هو ممكن يحصل ان هو فيلم فانتاستيك بيست ما يتعرضش تاني من اول يوم الثلاث ودكتور سترينج هو اللي يتعرض، وساعتها السيناريو ده ممكن يمشي نصا لحد نزول فيلم توب جان، وبعد كده توب جان ينزل في اي ماكس يا اما مع دكتور سترينج ويكون هو مثلا الصبح ودكتور سترينج بالليل، او مثلا العكس، او ممكن هما يكتفوا بالفتره دي ان هما يعرضوا دكتور سترينج وخلاص كده ما يعرضوش تاني، او اي احتمال تاني بقى ممكن ان هو يحصل. بس المهم خلاصه الكلام ده كله ان احنا عندنا من اول يوم الاربعاء اللي جاي لحد نزول فيلم توب جان في السينما بتاعت اي ماكس المده دي كلها السينما هتكون فاضيه، وما اعتقدش ان السينما هتقفل من غير ما تعرض اي فيلم، فالمفروض ساعتها يطلعوا فيلم دكتور سترينج والفيلم يتعرض عادي. وكذلك الامر برضو المفروض ان السينما بتاعت فوكس هتعمل ابديت يوم الثلاثاء اللي جاي اللي هو بكره، وصدفه الابديت دوت هيبقى مع اي ماكس، لان اي ماكس برضو هي اخر عرض فانتاستيك بيست هيبقى يوم الثلاثاء اللي جاي، فاللي هما الاثنين هيعملوا ابديت يوم الثلاث للافلام اللي جايه، فالاحتمال ان هو ممكن يحصل ان دكتور سترينج ينزل على اي ماكس وبعدها بشويه لان يا فوكس هتنزل برضو الفيلم عندها، ده الاحتمال اللي ممكن يحصل، سواء يمسحوا البوست القديم او هيقول لك ان الحجز هيبدا او ايا يكن السيناريو اللي هيحصل. بس المهم عندنا الصفحه بتاعت اي ماكس هي لو اعلنت على فيلم دكتور سترينج فكل السينمات الموجوده في مصر هتقلدها، لان هما قلدوها في منع الفيلم، واعتبر الكلام اللي انا لسه قايله بتاع عرض فيلم دكتور سترينج من اول يوم الاربعاء او يوم الخميس هو الكلام ده اتقال برضو من الناس اللي شغاله هناك في السينمات، ومن الناس دي ناس انا اعرفها شخصيا، فمن الاخر كده في احتمال ان هو الحجز يفتح يوم الثلاث او يوم الاربعاء والفيلم يتعرض يوم الاربعاء او يوم الخميس ويستمر لحد نزول فيلم توب جن. في نقطه برضو كنت عايز ان انا اكد بيها الكلام اللي انا قاعد بقوله عشان الناس اللي هي مش مصدقه، بالنسبه للموقع بتاع السينما دوت كوم انت لو جيت عشان تدخل عليه هتلاقي الفيلم بتاع ايترنالز اظن انتوا فاكرينه اللي هو المفروض يتمنع في مصر واخد تقييم على الموقع بتاع السينما دوت كوم مع انه اساسا ما اتعرضش في مصر، وفي نفس الوقت احنا عندنا فيلم دكتور سترينج لما انت تيجي عشان تدور عليه هتلاقي ان الفيلم مش واخد تقييم
تقييم، مع ان المفروض ان هو اتعرض من كام يوم بشكل رسمي، فالمفروض ان هو التقييم بتاعه نزل وكل الناس عرفت التقييم بتاع الفيلم، وروتن توميتوز مع تقييم الناس مع IMDb مع الكلام ده كله، المفروض ان هو التقييم نزل، بس بنلاقي فوق على اليمين مكتوب ريتنج ديسيبل، اللي هو من الاخر كده التقييم وقف. طب هما ليه وقفوا التقييم الا في حاله ان الفيلم ده ممكن ان هو يتعرض؟ فدي نقطه انا لحد دلوقتي مش فاهمها، بس انا خدتها بوجهه نظر ثانيه، واللي هي ان التقييم بتاع الفيلم هيشتغل مع نزول الفيلم ده في حاله ان هم فعلا هيعرضوه من اول يوم الاربع اللي جاي. وبالنسبه للنقطه بتاعت عرض الفيلم يوم الاربع او الخميس اللي جايين، فالنقطه دي عليها تاكيدات كتير جدا، وكل شويه قاعد بشوف فيه تاكيد عليها. وممكن حوار ان هم فتحوا الحجز لفيلم توب جان هو معمول كده كمصلحه، عشان فيلم دكتور سترينج لو نزل ممكن هو اللي يجيب ايرادات، وفيلم توب جان مفيش حد يخشه، فهم عايزين يلموا فلوس لتوب جان قبل نزول التقيل اللي هو فيلم دكتور سترينج. بالنسبه بقى لاخر كلمتين عايز اقولهم في الفيديو، بالنسبه لاي حد اتحرق عليه فيلم دكتور سترينج، فاحمد ربنا كده كده ما اتحرقش عليك كتير، المفروض فيه كتير قوي في الفيلم، مشهد او اتنين مش هيأثروا، انسى انت بس اللي حصل وانسى اللي انت شفته وخش الفيلم انبسط بيه. وبالنسبه للناس اللي هتيجي تقول لي الفيلم حلو او مش حلو، فدي حاجه تخصك انت، اتفرجت عليه اتش دي كام دي حاجه ما ترجعليش، انت عندك راي خليه لنفسك، لما انزل الفيديو بتاع الحرق يبقى قول لي رايك وقول لي كل الكلام اللي عندك، انما غير كده هتيجي هتحرق عليا او هتحرق على الناس في التعليقات، او هتيجي مثلا على الستوري اللي كنت منزلها مانع فيها الناس ان هي تبعت لي حرق، وتيجي تبعت لي حرق غصب وتعمل نفسك ان انت روش، هتتشتم مني اولا وبعد كده انت هتاخد بان. واظن ان انا بكلم ناس عاقله، فاظن ان انتوا فاهمين الكلام اللي انا بقوله، وعندكم الحسابات بتاعت السوشيال ميديا هتلاقوها موجوده في اول كومنت مثبت، وموجوده برده في الديسكربشن، ممكن تخشوا تبقوا تابعوني عليها، عشان بقيت بنزل ستوريهات بتاكد الكلام ده، اذا كان الحجز بتاع دكتور سترينج فتح او في اي حاجه جديده بنزلها على السوشيال ميديا الاول قبل ما انزلها في الفيديو. بس كده يكون فيديو النهارده خلص، لو عجبك الفيديو حط لك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وبيس.